لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات نظيره المنتخب الأسترالي بكأس العالم في قطر، وسيبحث المنتخب التونسي عن نتيجة إيجابية ضد المنتخب الأسترالي، وذلك للمنافسة على التأهل إلى الدور القادم وإسعاد الجماهير التونسية. وكان قد تعادل المنتخب التونسي في الجولة الأولى ضد المنتخب الدنماركي، وسيكون مطالب بالفوز ضد المنتخب الأسترالي. وتنطلق المواجهة بين كلا المنتخبين يوم السبت 26 نوفمبر بداية من الساعة 11 صباحا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 1 زوالا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية استاد الجنوب. للإشارة، المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قنوات بي إن سبورت الأولى والثانية إلى جانب قناة الكأس القطرية.